أنا أسكن مع أهل زوجي في بيت واحد، وطعامنا وشرابنا مشترك، فهل تعتبر جلستي معهم جلسة منكرة؟ مع العلم أن لزوجي 3 إخوة شباب في المنزل، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. شيء طيب أن تجتمع الأسرة في بيت واحد من الإخوة والأخوات وزوجات الإخوة والأبوان، لأن ذلك أقرب إلى التآلف وصلة الرحم والتعاون على البر والتقوى. وأما قضية الجلوس مع إخواني أو في مجلس فيه إخوان زوجتي فلا بأس بذلك، بشرط أن تكوني مستترة بالحجاب الشرعي الكامل بما في ذلك تغطية الوجه والكفين وسائر أطراف البدن، وأن تكوني في مجلس منعزل عن اختلاط، أن تكوني على طرف جانب من المجلس، فلا بأس بالاجتماع في مجلس واحد والتحدث فيما بينكم، لأن ذلك من ما يبعث على الانبساط والسرور في الأسرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.